خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحلى الاحوال. المهم الصباح عندنا صوتي مازال طافي، فايق على الصباح. شوفوا كتشوفوا عيني باقي شويه منفوخين. سلمتي انا باقي مش هاد الشهر الريزون ديال المفاقش. كيف كان حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب، وصباح الخير. المهم صباحين حبايبي فايقين مع السبعه، بس بعد الصباح فقنا. علاش فايقين؟ ان شاء الله ان شاء الله الكتاب اليوم في الصباح عندنا، عند مهند العمليه ديالو. المهم عندنا بجوج عمليات نفس اليوم، هو كيكون الفرق بساعتين، هو الصباح وانت الصباح كمان نفس الصباح. انا موراه بشي ساعتين، انا مع 11 وهو مع 9. المهم اش غنقول لكم، شويه متوترين ما عرفانيش من تعرفوا. واخا انا عندي هنايا هذه رابع عمليه غنديرها، هذه رابع عمليه، رابع مره ندخل لغرفه العمليات، ولكن اليوم متوتره متوتر ما عرفتش علاش. بصراحه كتعرفوا الواحد ملي كيكون باغي يدير شي عمليه وداخل عليها ضروري من شويه التوتر شويه هذا. المهم الحمد لله على كل حال. انت متوتره لاني غنكون بعيد عنك صح؟ حيت ما غاديش يكون معايا دائما، كيكون هو معايا واقف جنبي. بالعاده هو... لا بالعاده بكون رايحه محل الورد، عم جيب لك ورد وهي هلا ما هلا هلا لازم حد يجيب لنا ورد. يعني غنتغدى انا وياه. بصراحه ما بغيتش نقول له هما المريوم، ما قلت لهم والو، ما قلت لهم لا يوم العمليه لا والو، مع ان مهند قال لي قولي لاختك على العمليه، خليها مني خليها تجي زعما كيفاش تكون واقفه معاك، حيت هو ما غاديش يكون معايا، غنكون بوحدي في الغرفه. قلت لي بلاش ما نقولهاش ليها، ما قلتش لا لا مليوم لا مليوم ما عارفاش لا مريوم ولا لا هما. المهم عاوتاني ما بغيتش نعدو معايا، ما كاينلاش، غنمشي صافي ندخل بوحدي ندير العمليه ونخرج ان شاء الله معنا الله سبحانه وتعالى. ولكن علمت الوالده قلت لها، حيت الوالده ما نقدرش نستغناو دائما على الدعوات ديالها. شغنقول لكم هذه هي الغربه، الواحد ملي كيكون في الغربه يبغي يدخل شي بلاصه، مثلا حتى المراه اللي كتكون باغا تولد سبحان الله، ملي تدخل تولد في السبيطارات ديال الغربه كتحس بشويه ديال النقص. ولكن شغنقول لكم وطبعا صايمين صايمين من البارح، من البارح هو كيقول لي فيه الجوع فيه الجوع فيه الجوع، صايمين 8 سوايع. احكي له صراحه كليت كما قلتي شربت الحريره، كليت جوج خبزات، جوج خبزات مع الحريره. كيشوف راه غايجيني الجوع وما غاديش صافي غنحبس، غايجي واحد الساعه خاصني نحبس ما ناكلش. انا صايم من الغداء، انا من الغداء ما بغاش ياكل، كنقول لي كول كول كول، هكا خبز هكذا هكذا، ما بغاش. انا كليت واحد جوج خبزات وكاك، شربت واحد الحريره، كليت ساندويشه ديال الدنجيه المقلي والبطاطا، تبعت واحد ساندويش ديال الشاورما، شربت لي نص ديال العصير. كل هذول كل هذول يعني كل هذول بوجبه واحده يعني جعت. في اخر شيء كحلتها في شو، اول شيء انت كنت شاورما، بعدين ما ادري ساندويش مقالي، بعدين بلشت بالخبز، بعدين الحريره، كل الوجبه. والحمد لله تنقول لي هكا خذ كول كول كول، لا ما بغاش ناكل، باقي شبعان، ما بغاش ناكل ما بغاش ناكل. حتى وصل الليل مع ديك الوحده ديال الليل عاد ناض قال لي والو، انا ما بقيتش كنمشي قدامي باغي ناكل. قلت لي دابا ما يمكنش لك تاكل حيت خاصك ضروري تكون صايم. شنقول لكم احبايبي، شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على الوقفه ديالكم، دائما انتم كنتوا كدعوا معنا ومساندنا. بغيت نقول لكم اشنو طرا لينا، طرات لينا عاوتاني واحد الحاجه، عرفتي انا بقيت على اعصابي. مهند مسكين كانوا عطاني انا شي دواء، دابا كتعرفوا ان العمليه خاصها الدواء قبل تبدا تشري الدواء وتبدا تدقي واحد البراوات، كيعطوك براوات. مهند مسكين دائما هو اللي كان كيدق لي البراوات، حيت انا ما نعرفش ندقهم، هو اللي كان كيدير لي كيعيرهم وكيدقهم ليا. دق لي يمكن ما عرفتش شحال البرا، شي 15 برا ولا ما عرفتش شحال. المهم دق لي هو البراوات في الفتره كامله، هو اللي كان كيعطي العلاج. المهم مشينا اخر لحظه، بقات لنا اخر اخر ابره، مهند مسكين ما عرفش يدقها، اخر ابره خاصني ندقها بالليل مع 11. مو ما عرفت تدقها، ما عرفت اسحبها، الابر اللي عطونا، الابر اللي عطونا اياهم قبل نفس القلم بتعيري وبتضربيه بيكون معبى جاهز. اما اخر مره عطونا ابرتين لازم تاخذهم، هذول اخر شيء لازم تاخذهم قبل 11 36 ساعه. ايوه ما عرفت اسحبها من الامبوله هاي الصغيره. ما عرفش يطلع لك الماء فيها ويخلط مع البودره وحلي الماء تما، وكنقول لي يلا سربي ضرب راه 11 ديال الليل. ايوه الليل. هي موعدها الساعه 11 بالليل، 11 بالليل ما عرفنا شو نسوي. ايوا قال لي نوضي هزي نوضي لبسي حوايجك، ما خلينا الصيدليه، ما خلينا نقلبوا على المستشفى بالليل.
كنت دخل على الصيدليه هذيك يقول لي اعطينا هذا الابره يقول لي لا ما يمكنش نعطيكم الابره هون المشكله ممنوع هون ما يمكنش اي واحد يدخل عنده ويقول لي اعطيني الابره وهو معروف الابره اصلا اسمية وكل شيء كيقول لك لا كيخاف حتى المستشفى نفسه ما رضوا يعطوا له الابره مشينا للمشفى والمشكله كمان اللي احنا طوارئ. الله يهدينا ولا يهديك انت الله يهدينا سوا نسينا الوصفه الطبيه يعني رايحين على المستشفى من عندك ابره ما في وصفه طبيه هذه اللي بلا وصفه طبيه وكنقول لهم دبره ولا كنقول انا اللي كفر مني ما عرفاش كنت هضر بالانجليزي كنقول 12 دبره خصني 11 دقه توترت صافي خرجنا من المستشفى مشينا مستشفى اخر عاوتاني تما نفس الشيء قال لنا تسناو تسناو وقال لي هذا راجلي بالزربه كيقول لي تلاقي غنتسناو تلاين عاوتاني قال لي يلا خرجي مشي نقلب المستشفى اخر عاوتاني الله يكثر خيره واحد الدكتور هو اللي عيط لي مهند كانت تتبعه معه هي تتبعه معاه وقال لي احنا يا دابا بغينا ندق واحد البرا وخاصنا ضروري ندقوها وما عرفناش فين ندقوها هو اللي قال لي نسيروا لواحد البلاصه يعني واحد المستشفى هو كان يكون خدام فيها يعني كيعرف الموظفات والفرميه تما قال لنا تما غيدقوها لكم ان شاء الله وساعدنا كيساعدنا بمساعدات بزاف الله يكثر خيره يعني هو انسان قبل ما يكون طبيب بصراحه كيتعامل معنا بانسانيه قبل ما انه دكتور ان كنا متبعين معاه في شي يوم هادي الشيء اللي طرا لينا البرا كنقول البرا خاصني ناخذ دابا 11 الساعه صدقنا خايدين حتى 12 المفروض نبلش فيه الساعه 10 اذا ما عرفنا يكون معنا وقت ساعه لا جينا على الساعه 11 على الضبط ها وما تعبت الابرة يلا الحمد لله المهم خلصتي وهلا ان شاء الله بيخدروكي تخدير عام شو بدي اسوي انا ما حكون معي بكري شوف كل شيء خاب كل شيء بقى كيصفر بقيت واحد ما كاين لانه مهند عرفت شي مولفه كيكون زحام زحام هنايا في المستشفى ما كتلقايش بلاصتك اليوم مهند ماشي حتى واحد قال لي احسن حاجه ولكن كاين حتى واحد يعني نقعوا راحتنا نجلس مولفه ما كتلقايش البلاصه هنايا ما شاء الله عندهم الزحام في هذا المستشفى انا مهند مسبقا الفرح بليله كتعرفوا داك اللي كيقول لكم مسبق الفرح بليله جري كنقول لي نص ساعه نتعطلوا بعدا كي ولا كاع ساعه قال لي لا نفيق قبل الوقت ونمشي قبل الوقت باش يبقى لنا الوقت ما انت فقتي قبل الوقت انت قاعد باقي ما جيت واحد كلشي خاوي انا هيك بحب هيك لازم على طول الوقت اي شيء تكون تسموه اي بصح ما كتعرفش شنو صرا لك في الطريق صار شي طرا معك في الطريق مثل الطريق ها والله لا بحال اللي راح مازال داوين عليه مهند باغي يتصور ضحك ضحك في الصوره جاهز جيز بس في الكمامة في الوردي وميكي ماوس كي جاتكم هاد الكمامة زوينة عرفت هاد الكمامة امتى شريها ليا نهار اللي كنا نقلب على البرا احكي لهم ما فينا عملية أول ما رحنا على الصيدلية وهي عم يسألوا للصيدلي هذا عملوا انه اعطيها الابره وهي اللي لا والله ما فينا وما ادري شو ونحن متاخرين وبالنا بالابره لازم تاخذها بنفس الوقت طلعت قدامي ولا لقيت علبه ميكي ماوس كمامه ورديه قلت له بكم هي شهله؟ اللي 5 دراهم قلت له يلا اعطيني اياها على السريع لاني بعرفها بتحب اللون الوردي بتحب هالاشياء هاي ميكي ماوس كيوت اما انا لا انا ازرق مهند كي وجد كي لبس فرجته النظافة النظافة حطوا لي على جيب شحاطة على الأنا جاب الصندالة قلت يلبس الصندالة باش ما تبقاش تتعذب فيها هات وانت شو؟ أرى لي جوجة أرى جوجة يلا هات رجلك هات رجلك يلا هاي حشاك ها وين هاي مانيش عندك يلا هاتي كبيدة ديالك يلبسني ماشي مشكل كيجهز مهند العملية This one for the bunch. They will give you local or...
مهند كيف لعبت ولا جاهز العملية؟ بالتوفيق يا رب. يلا بالتوفيق. رايح قالوا لي ممنوع تدخلي معاه، لازم يدخل لحاله، شلحوا الموبايلات كل شيء. المهم موبايلات بالتوفيق حبيبي. يلا خليك يا رب.